في قالب كوميدي خفيف تدور أحداث المسلسل التلفزيوني عفاك بابا لمخرجه إدريس صواب، والذي جرى تصوير مشاهده في مدينة القنيطرة ونواحيها، وهو عمل للفرحة والمتعة، كما أنه موجه للعائلة المغربية بكل فئاتها العمرية، كما أنه يعد سلسلة كوميدية وليس سيت كوم. ويضم العمل نخبة من الممثلين، من أبرزهم رشيد الوالي والسعدية آزكون، هند بن جبارة وسحر الصديقي، ناصر أقباب ويحيى فاندي، مراد حميمو وسعيد عامل، جمال عبابسي وفاطم الزهراء الحرش. هذه السلسلة من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لصالح القناة الأولى، وتنفيذ الإنتاج لشركة طقوس أربعة. يحكي مسلسل غدر زمان قصة المهندس المعماري الشاب أنيس، الذي ينجح في الفوز بمناقصة كبيرة لإنشاء مجمع سياحي، لكن فرحته لن تدوم طويلا عندما يتلقى اتصالا يخبره أن والدته تمر بوضع صحي حرج وتحتاج إلى عملية زرع للنخاع الشوكي، وأنه المتبرع الذي سينقذ حياتها. لكن عدم تطابق نتيجة التحاليل سيدخله في صدمة كبيرة، خصوصا بعد وفاة والدته قبل بوحها بالسر. وتتوالى الأحداث، ويدخل أنيس في اكتئاب حاد يتطلب متابعة نفسية، في الوقت الذي يخطط منافسه رشدي لتدميره، لأنه لم يستسغ بعد. كيف لمهندس شاب أن يفوز بمناقصة كان يعتبرها له؟ وهنا سيستغل الظروف الاجتماعية الصعبة للشابة الجميلة عليا، ويزرعها داخل شركة أنيس لكي تسرب له الوثائق والمعلومات، لكن الأمور سرعان ما ستتعقد بينهما. فهل سينجح أنيس في تعقب خيوط سر حياته؟ وهل ستستطيع عليا الوفاء بوعودها لرشدي من أجل تدمير أنيس؟ مسلسل غدر زمان من إخراج ياسين فنان، ستتابعونه طيلة شهر رمضان من الاثنين إلى الخميس على الساعة 11:10 ليلا على القناة الأولى. تنتقل سلسلة صلاح فاتي للعرض على شاشة القناة الأولى في هذا الموسم الرمضاني، بعد تجربة عرض ناجحة على موقع يوتيوب من خلال تحقيقها لمشاهدات مهمة. وتتطرق السلسلة للعديد من المواضيع الاجتماعية التي يعيشها الزوجان صلاح فاتي، كما تستعرض مجموعة من المواقف الكوميدية التي تعترض حياتهما اليومية. وسيكتشف الجمهور المغربي تفاصيل هذا العمل بحلة جديدة في رمضان 2023 على القناة الأولى، ولن يخرج العمل عن جوهره المعهود المتمثل في تواجد بطلي السلسلة عبد العالي المهار المعروف بطاليس والفنانة فدوى طالب. تدور أحداث السلسلة التاريخية عين كبريت حول رجل العلم والكرم مولاي يعقوب، وعلاقة الحب الشاعرية التي جمعته بابنة التاجر حماد غيتا، التي دفنها بحامة مولاي يعقوب وأطلق على ضريحها اسم لالة شافية. ويستعيد مسلسل عين كبريت للمخرج عهد بن سودة الوجه المشرق لمدينة فاس في عهد المارينيين، من خلال قصة مولاي يعقوب الأشقر البهلولي ولالة شافية. وتضم السلسلة التاريخية عددا من النجوم المغاربة، من بينهم خليل أوبعقة في دور مولاي يعقوب، خديجة زروال في دور غيتا أو لالة شافية، عبد اللطيف شوقي في دور قاسم، عز العرب الكغاط في دور الشيخ المامون، عبد الحق بالمجاهد في دور الحاج حماد، يونس الهري في دور النمس، كوتر بن جلون في دور سلطانة، جميل شارق في دور راضية، لبنى مستور في دور صالحة. هذا العمل تتابعونه طيلة شهر رمضان على القناة الثانية دوزيم.
تدور أحداث سلسلة باني بان حول وقائع عائلة مسعود التي تقطن بحي شعبي حيث تعاني وضعا اجتماعيا صعبا، إذ يعمل مسعود حارسا للسيارات رغم العائد القليل، فيما تشتغل زوجته زهراء من حين لآخر منظفة في البيوت، بينما تبحث الإبنة الشابة نادية عن عمل يليق بمؤهلاتها الدراسية في الوقت الذي يفشل الإبن الأصغر سعيد في الاستقرار في أي عمل. وبتوالي الأحداث يتغير المعيش اليومي لهذه الأسرة في اليوم الذي ستحصل فيه الإبنة نادية على وظيفة في شركة تمتلكها عائلة ثرية تسيرها كوثر ذات الطبع الصعب. سلسلة باني بان من إخراج علي الطاهري وتشخيص نزهة الركراكي ونفيسة بن شهيدة، عبد الله شقيري والسيموس دراتي، ماريا نديم وطه بن نعيم، وستتابعونها طيلة شهر رمضان على القناة الأولى يوميا ابتداء من 6:55 زوالا. تلتقون في رمضان هذا الموسم مع سيتكوم تريكت القنب على قناة تيلي ماروك من إخراج بدر موغادا وإنتاج شركة إنسي برود، ومن تشخيص عبد القادر عيزون وعزيزة مورودي، عبد الفتاح جوادي وتناء السباغة. هذين الأخيرين نشر صورا من كواليس السيتكوم الرمضاني على صفحتهما الفيسبوكية وأرفقها بتدوينة جاء فيها: كان لنا الشرف الاشتغال مع فريق فني من طينة الكبار بقيادة المخرج بدر موغادا وتلة من نجوم الشاشة المغربية في جو أخوي عائلي مليء بالبهجة والحب والعطاء. لقد كانت تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا، أعادتني من جديد بطاقة إيجابية جديدة. شكرا للطاقم والممثل عبد الفتاح جوادي، الفنان المتواضع والقلب الطيب، فخورين بالاشتغال معك. مسلسل طريق الورد مستمر في رمضان الموسم الحالي، ويحكي العمل الدرامي قصة شابة قروية مولوعة بالورود. وفي الحلقات الأولى تتعرض ياسمين التي تجسد دورها صباح بن شويخ لمشكلة كبيرة تضعها وسط خلافات عائلية، حيث تضطر للهروب من قريتها نحو المدينة بحثا عن مستقبل أفضل. وتتوالى الأحداث في قالب اجتماعي درامي، ولن تكون رحلة بطلة المسلسل في المدينة سهلة، حيث لن تخلو من المشاكل والمصاعب، كما أن حياتها الشخصية والمهنية ستتأثر بمجموعة من الأشخاص. وتعد قصة هذا المسلسل مزيجاً من الرومانسية والدراما والتشويق والإثارة، حيث سيكون الجمهور المغربي على موعد مع مجموعة من المفاجآت، خصوصا على مستوى تركيبة الشخوص، بحيث ستحمل كل حلقة نهاية صادمة. مسلسل طريق الورد من إخراج هشام الجباري وسيناريو غيتا القصار ويوسف العربي. ستتابعون باقي حلقاته خلال شهر رمضان على القناة الثانية دوزيم. مسلسل الرحاليات مستمر في رمضان الموسم الحالي، وتدور أحداث العمل التاريخي حول القايد حمو الذي يحكم بجانب قبائل هوارة بقبضة من حديد. وتبدأ فصول حكاية خيطانة الرحالية الشابة الجميلة التي عاشت اليتم والحياة الصعبة منذ طفولتها عندما حط الرحال خيامهم هنا. خيطانة منذ أن أصبحت شابة كان حلمها هو منزل يجمعها بفارس أحلامها الذي سينقذها من العيش بالخيام وحياة الرحل الصعبة والمتقلة بالتقاليد التي تحرم الزواج من غير أبناء الأعمام والأخوال. لكن لم تكن تدري أن الحب المنشود سيكون سبب تعاستها، خصوصا أن فارس الأحلام الغريب الذي سيريده فؤادها لن يكون سوى قاسم الهواري، ابن حاكم القبيلة المتنكر في شخص شاب بسيط. إلا أن سخرية القدر ستجعل الحب الذي طال انتظاره يصادف تخطيط أسرتها لتزويجها قصرا من أحد أقاربها من الرحال.
فهل ستحظى خيطانة بانتمائها للرحل من أجل هذا الحب؟ أم أن سلطة التقاليد ستكون أقوى؟ وكيف سيكون رد فعل حاكم القبيلة الصارم حين يعلم أن ابنه ينوي الارتباط بفتاة من الرحال؟ هذا العمل مستوحى من التراث المغربي من إخراج جميل البرج بن عيسى، وستتابعون باقي حلقاته خلال شهر رمضان على القناة الأولى. مسلسل جريت جاريت مستمر في رمضان لهذا الموسم، ويروي العمل قصة نساء عصريات نشيطات وناجحات مهنيان، وتوحدهن عاطفة الأمومة القوية التي تجعلهن على استعداد لفعل أي شيء من أجل أطفالهن وتوازن منازلهن، حتى عندما يتعرضن للأذى بسبب الخيانة أو الانزعاج من مواقف الحياة الصعبة، يتوجب عليهن تقديم حب غير مشروط وارتداء ابتسامة حتى لو كانت مزيفة. واقع مرير يجب أن يواجهنه بأي ثمن. جريت جاريت يتتبع قصص نساء تختلف مصائرهن ومحاولتهن التوفيق على قدر المستطاع بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، ويعد هذا المسلسل تكريم ضمني لجميع الأمهات والنساء اللواتي ينتهي بهن المطاف تحت قبضة التقاليد والمجتمع الذكوري المتسلط على اختلاف وضعهن الاجتماعي ومختلف العقبات والتحديات التي تواجههن. سلسلة جريت جاريت من إخراج لمي